الآن الإعلامي المصري أحمد سمير من إسطنبول، أهلا بك أحمد. كان لديك يعني مؤخرا اتصال، أو بالأمس كان حدث اتصال بينك وبين الدكتور أمين جمعة. حدثنا عن هذا الاتصال تحديدا، ما الذي كان يقوله أو يريد أن يوصله في هذا الاتصال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي ليك اخي سرمد وتحياتي لضيفك المهندس محمد سودان. اهلا بك. وطبعا عزائنا للشعب المصري وللامه العربيه الاسلاميه في فقد الاستاذ جمعه امين، هذا المفكر الرجل الرباني. بالامس في حوالي الساعه 11 و5 دقائق اتصل بي الاستاذ محمد سودان وقال لي ان الاستاذ جمعه امين يعني يريد ان يهاتفني، فاتصلت بالاستاذ جمعه امين ووجدته يريد ان يعني يعمل مداخله، يقوم بمداخله يتحدث فيها مع اسامه مرسي على قناه مكملين. ولكن للاسف لم يتم الامر لان البرنامج كان انتهى. فعدت للاستاذ جمعه وقلت له استاذ جمعه يعني الان لا، صعب ان احنا يكون في مداخله، فممكن بكره نعمل برنامج او تغطيه خاصه لهذا الامر. فقال لي احمد انا كنت اريد الامر اليوم، كنت اريده الان، ولكن الامر لله من قبل ومن بعد. واردف يعني واسهب، قال انا كنت عايز اكلم اسامه مرسي واشد من ازره واقول له يا اسامه ربنا يبارك فيك وفي اخواتك وفي والدتك، وكنت عايز يعني اقول له ان صمود الرئيس محمد مرسي هو دفعه للشباب ودفعه للشباب اللي في الشوارع وللثوار. يعني هل استمر في الحديث عن الذي كان يريد ان يقوله بالضبط؟ يعني هو وكانه ابلغني الرساله وختم كلامه قائلا انا كنت اريد ان اكون معكم الان، ولكن يعلم الله ما منعني انني مريض وطريق الفراش. دي كانت كلمات الاستاذ جمعه امين بالامس حرفيا. يعني هذه الروح كانت في الاستاذ جمعه امين، روح الشباب والثوره، يحفز الشباب، يحفز الثوار، كان يريد ان يخاطب اسامه مرسي ليشد من عزمه ويشد من ازره ويهنئه على ثبات الدكتور محمد مرسي الرئيس الشرعي طيب للبلاد. يعني احمد انتم كاعلاميين مصريين وانت تنقل هذه الرساله الان عن لسان نائب المرشد العام لجماعه الاخوان يعني جمعة أمين أو أمين جمعة، كيف يمكن أن يؤثر ما نقلته الآن على الشارع المصري؟ الشارع المصري يتأثر بهذه الرموز وهذه القامات. في حقيقة الأمر التأثير الأول سيكون للكلمات التي أذاعتها قناة مكملين بالأمس على لسان الرئيس الدكتور محمد مرسي من محبسه، وهو يصف هذه الطغمة بهؤلاء الانقلابيين ويعريهم أمام الشعب المصري. ستأثر الشعب المصري عندما يرى هؤلاء المخلصين من أبناء الوطن يموتون في غربتهم ومحرومون من العودة إلى ديارهم، وإن كان عمرهم فوق 80 عاما، لا لشيء فعلوه إلا لحبهم لهذا الوطن، ولأن هناك انقلاب عسكري يحكم البلاد الآن، يسيطر على مقادير البلاد، يمنع المصريين من تنفس الحرية، يمنع المصريين في نهاية أعمارهم من العودة إلى بلادهم. يا سيد الفاضل، الشعب المصري شعب فطن ويفهم جيدا أن هذا الانقلاب لا يأتي بخير، لا للمصريين في الداخل ولا للمصريين في الخارج. وما الأستاذ جمعة أمين إلا ضحية أخرى من ضحايا هذا الانقلاب العسكري، وما هذه الميتة التي ماتها مدافعا عن حرية وطنه خارج البلاد إلا دفعا جديدا ووقودا جديدا في دماء الثورة المصرية المستمرة، والتي يعني نتوقع لها ونستبشر ونتفائل بانتصارها وكسرها لهذا الانقلاب العسكري الغاشم إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أحمد سمير الإعلامي المصري، كنت معنا من إسطنبول.